والتواصل بالتعليق على الشوط القادم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا لكل زملائي على التواصل في الاشواط الماضيه، وها هي الانطلاقه لشوط اخر من اشواط التحدي والاثاره، وشوطنا الثامن في مجموع اشواط هذه الامسيه التراثيه الجميله المقامه هنا على ارضيه ميدان الشحانيه للهجن العربيه الاصيله. والشوط الثامن الخاص للقاية القعداني لأبناء القبائل، وهناك أيضا سيارة للفائز بالمركز الأول، ونتابع معكم الخمسة المراكز الأولى المقررة إذاعتها رسميا، بينما الجوائز للعشر المراكز الأولى. وهنا السعدي على الصدارة وعلى المركز الأول للسيد حمد بن عبيد بن خادم لخيالي من يأتينا على الصدارة، وعلى المركز الأول راهي في المركز الثاني للسيد ناصر بن محمد بن جبر الجبر النعيمي من يأتي على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث من يصلنا على ثالث المراكز هواش الصالح بن حمد المجارح المري، وفي المركز الرابع يأتينا شاهين العلي بن محمد بن حمد لوهيبي، وعلى المركز الخامس ام لازم للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن اختطافي من الرياض لسعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي من ينتقل بدوره ويغير الى مركز متقدم. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. ونعود إلى السعدي على الصدارة، السعدي على المقدمة، السعدي في الانطلاق والتحدي لحمد بن عبيد بن خادم لخيالي من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هو يا أبو عبيد أهالي ند الشبة يبولهم سلام مسائي من أرضية هذا الميدان، حافظ على هذا الانطلاق وعلى هذا التحدي. المركز الثاني ويأتينا راهي الناصر بن محمد الجبر النعيمي من يأتي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث رياض لسعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الوضيحي لمحمد بن علي بالسعودي الاكتبي يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس وأرى التسلل هلا من نشوان للسيد أحمد بن سليمان المنصوري من يأتينا، ولكن أرى هناك من الجانب الآخر شاهين للسعيد بن عبد الله بن شريم المري من ينتقل بدوره في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. لوضيحي يتراجع إلى المركز الخامس، وملكيته السيد محمد بن علي السعودي لقتبي. هذه النتائج للمراكز الخمسة الأولى وما خلف الخمسة المراكز. هناك شعارات، هناك أسامي متواجدة أيضا بدورها إلى سوف تنضم إلى عالم الإذاعة وعالم الأسماء. ونعود هنا إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق، إلى التحدي، إلى السعدي من يسيطر على زمام الأمور. السعدي يبعدي على الصدارة وعلى المركز الأول للسيد حمد بن عبيد بن خادم لخيالي من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول بهذا الأداء الجميل وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ويأتي راهي الناصر بن محمد الجبر النعيمي من يأتي على المركز الثاني، ورياض في ثالث المراكز سعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، وفي المركز الرابع شاهين لسعيد بن عبد الله بن شريم المري من يأتينا على المركز الرابع لوضيحي يتسلل بدوره. لوضيحي لمحمد بن علي السعودي لقتبي، ووصل هنا متعب الحسن بن حمد النعيمي من يأتينا على المركز الخامس في هذه اللحظات. الخمس المراكز وقلنا لكم أسامي قادمة، أسامي أيضا
في دورها في هذا الانطلاق هو التحدي والإثارة. كم تبقى لدينا إلا القليل مشاهدينا ومتابعينا الكرام منتصف المسافة. الله، وهنا الصدارة وهنا المقدمة، واسعد من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. الحمد بن عبيد بن خادم الخيالي في الصدارة في المقدمة، ومن الجانب الآخر أرى التسلل أيضا طرى وجرى على المقدمة من متعب الحسن بن حمد النعيمي، من تسلل على الصدارة وعلى المركز الأول. السعدي في المركز الثاني، الحمد بن عبيد بن خادم الخيالي، و1500 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. المركز الثالث رياض لسعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، شاهين لسعيد بن عبد الله بن شريم المري، هنا أيضا بالعوضي مع مياس أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي مع مياس، من يأتينا على خامس المراكز. إذن الخمسة المراكز الأولى الفايف ستار في الانطلاق والتحدي والإثارة، 1200 ما تبقى على نهاية هذا الشوط، نهاية الصراع، نهاية التحدي، نهاية الفوز. وين السلام بيذهب؟ السلام في هذا الشوط حاير بين القعدان المتواجدة بهذا الأداء. هنا متعب الحسن بن حمد النعيمي على الصدارة على المقدمة، والسعد يعادل الصراع، السعد لسيد حمد بن عبيد بن خادم الخيالي، ومن الجانب الآخر هنا وصول اسم جديد غريب الحمد بن راشد بن راية المري، من يصل في هذه اللحظات. رياض في المركز الثالث لسعيد بن حمد بن كلفوت المزروعي، ولكن هنا التحدي، التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تحدي، تحدي وصراع على المقدمة. وهنا غريب الحمد بن راشد بن راية المري، من ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني وصل عنيد لمحمد بن أحمد بن مايد الخيالي، من يأتينا في أول نداء له على المركز الثاني في هذه اللحظات. عنيد أيضا يعاند على ثاني المراكز، والمركز الثالث، المركز الثالث أيضا قادم المطر بن حمد بن عميرة الشامسي، ولكن بعود، بعود هنا إلى التسلل، التسلل من عنيد، عنيد، عنيد يعاند على الصدارة، عنيد يعاند على المقدمة، عنيد يعاند على الفوز، عنيد يعاند على الناموس، عنيد يعاند على السيارة. سلام رماح، سلام، سلام رماح بدولة الإمارات، سلام على هذا الأداء الجميل لي عنيد للسيد محمد بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والتحدي. المركز الثاني حشيم المطر بن حمد بن عميرة الشامسي، من يأتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الحمد بن راشد بن راية، وفي المركز الرابع العبد الهادي بن حبيشة النابت، وفي المركز الخامس السعيد بن عبد الله بن شريم المري، من يأتينا على المركز. نعود مشاهدينا الكرام على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، والتوقيت الزمني لحظة وصول عنيد إلى معلن الفوز معلن الناموس، 7 دقائق 57 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لأحمد بن محمد بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز الجميل اللي أيضا سجله عنيد. أما المركز الثاني فكان من نصيب حشيم المطر بن حمد بن عميرة الشامسي، 8 دقائق 8 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. أما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام فكان من نصيب غريب الحمد بن راشد بن راية المري، وسجل 8 دقائق ثانية واحدة 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل لجميع الفائزين. وفي هذا